الصالة كانت برد علينا وعانينا كثير يعني، وصلت الموت أنا يعني الحمد لله الله شفاني، كان دمي 6 وحطوا لي 4 وحدات دم، يعني كنت بعاني يعني من قلة الدم عشان ما فيش الإبر اللي بأخذهم، إبر الدم كانوا ناقصين في المستشفى، بعاني فشل كلوي أنا. احنا اجينا نازحين من المستشفى الشفا مرضى كلى، إلنا 6 شهور وعانينا والله كتير كتير في الاكل في الادويه في المصاريف، بنروح على مستشفى النجار بدنا فلوس، بدنا نطلع بدنا مصاريف، إلنا بدنا ادويه، يعني في ادويه ناقصه بالنسبه لتعون الدم بالنسبه للكالسيوم بالنسبه لتاع المعده، في نقص كتير عندنا دواء، والله وعانينا كتير واحنا هنا يعني، وإحنا بنعاني في كل شيء، بدنا يعني بنطالب، بدنا حليب، بدنا أكل يغذي جسمنا. أنا دمي 6.5 صار، حطيت وحدة دم لولا ابني معاه شو اسمه فحص الدم وحط وحدة، فأنا يعني الدم بده برضه مصاري يعني بنلاقيه. إلي شهرين ما خدتش إبرة واحدة، بنروح نطلع فوق بقول فيش مش موجود في الصيدلية علاج الضغط، والله رحت ما لقيت. المستشفى شفت حصرنا، قعدنا 15 يوم محاصرين، ونقلونا لتعاون الصليب الأحمر واليو أن على مستشفى أبو يوسف النجار. لما وصلنا أبو يوسف النجار قعدنا فيها 10 أيام أو 12 يوم مع الضغط في أبو يوسف النجار، مرضى الكلى ومرضى السرطان كلهم قعدنا إحنا في خيمة، قعدونا ضغط صار في خبطه هنا، ونقلونا من أبو يوسف النجار لصالة الأميرة، هذه كانت صالة أفراح عانينا فيها هان تقريبا 40 مريض كلى هنا موجودين، يمكن في 10 سرطان، في بتوفى في يعني يمكن 3 حالات عندنا ماتوا توفوا.